السلام عليكم طلبة الأعزاء، اليوم سوف تكون محاضرتنا هي المحاضرة الفصل الخامس اللي هي متمثل بالـ Probability Distribution، التوزيع الاحتمالي. Probability when an event may happen in X ways out of a total of N possible equally likely ways. The probability of occurring success is given by. الاحتمالية أو التوزيع الاحتمالي هو قانون يتم من خلاله حساب الاحتمالية لحدوث حدث ما لN من المرات، وكذلك نستطيع أن نقوم بتعريف الاحتمالية بأنها جزء من كل، لذا قيمتها طول الوقت هي عبارة عن يساوي واحد. أوكي، فإذا بما أنه إحنا هسه قلنا الاحتمالية هو أي شيء احتماليته أما النجاح أو الفشل، فعليه هناك قيمتين. كيف نستطيع أن نستخرج هاتين القيمتين وبالتالي استخدامها في حل المسائل الإحصائية؟ لكي نستطيع أول شيء لاستخراج قيمة الـ occurrence success من خلال حيكون القانون التالي، حتكون probability للـ E يساوي لنا x الى n، يعني مثل ما قلنا جزء على الكل، هاي بالنسبه للنجاح اللي هو الايش occurrence success. زين اوكي، بس احنا قلنا هي اي شيء هو اما النجاح واما الفشل، فبالتالي ايش كيفيه استخراج اذا هسه hence the probability of non occurrence اللي هو failures اللي هو الفشل. حتى نستخرج قيمة الفشل راح نشتاق قانون معين الآن نقدر نوصلها. طبعا يمثل قيمة الفشل هي الـ Q في الـ probability للـ E تساوي لنا N ناقصا X تساوي لنا N ناقصا X على N. راح نوزع المقام على القيم موجودة في البسط، فالكيو تساوي لنا n الى n ناقصا x الى n. طبعا نقدر نختصر هذه القيمه، فبالتالي q تساوي لنا 1 ناقصا x الى n، وبما انه الb هي بالاصل عباره عن x الى n، اذا نقدر نعوضها بالمعادله الموجوده في الاعلى، فبالتالي اذا q شح تساوي لنا 1 ناقصا b، فاذا هو هذا القانون اللي من خلاله نقدر نستطيع أن نستخرج قيمة اللي هي non-occurrence failures اللي هي الفشل. طلاب بشكل عام مثلا المرحلة الثانية فرع العمليات 70% ما قدروا يجتازون الامتحان، أي أن هناك 100 طالب أدوا الامتحان، 70 طالب منهم فقط اجتازوا الامتحان بنجاح. هذا هو جزء من الكل. كل احتمالية يتم حسابها سواء بالتوزيعات الاحتمالية أو أي قانون هي شو تكون؟ هي تكون أقل من واحد. طلاب بشكل عام التوزيعات الاحتمالية تقسم إلى قسمين. القسم الأول اللي هو Continuous Probability Distribution. If a variable X may assume a continuous set of value. Probability distribution is a frequency curve where probability لل x يساوي لنا الفريكونسي. فبالتالي total area حتساوي لنا مجموع الفريكونسي يساوي لنا مجموع probability واللي يساوي لنا 1. إذا طلاب إذا كان المتغير بشكل عام يفترض أنه مجموعة من القيم هذه القيم مستمرة، تذكرون حش قلنا كلمة المستمرة تجي معناته مين؟ من قياس measuring، فبالتالي شو نعرفها أنه جت هي من قياس؟ لأن لازم تكون الأعداد أما وياها وحدة قياس أو تكون معها دوت. من نشوف وحدة القياس ونشوف دوت، إذا هذا هو التوزيع normal distribution اللي صح نشرحه بعد شوية. أوكي، أيضا the probability that X may lie between A and B، من الممكن أن تقع هاي الاحتمالية ما بين قيمتين الحدين اللي هو الـ A والـ B، فبالتالي الاحتمالية من أجي أريد أكتب قانونها إيش راح يصير؟ حيصير the probability
أفتح قوس x أكبر من الـ a والـ x أصغر من الـ b. هذا شيء يمثل لنا طلاب، هذا يمثل لنا ما يعرف بالـ area under the curve اللي هو from مين لوين، من a to b. شو نجي نمثل بيانيا؟ مثل ما تشوفون أمامكم بهاي الصيغة راح يتمثل بيانيا، إنه هنا هو الاحتمالية للـ x، طبعا يمثل لنا الواي وهذا هو الاكس. الاحتماليه طبعا هو هذا يصير هسه، طبعا حنشرحه بشكل مفصل بعد قليل، لكن هو هذا بشكل عام. هذا هو الرينج، انه القيمه محصوره من الاي الى البي. اما الحاله الثانيه احنا قلنا هو بشكل عام البروبابيلتي ديستريبيوشن قلنا يقسم ديفايد ان تو تايبس. الشيء الثاني اللي هو discontinuous probability اللي هي من تجي نتيجينا من العد، تذكرون قلنا العد اللي هو لا بي وحدات ولا بي دوت. من هاي النوعيات اللي هو binomial probability distribution وكذلك البويسون probability distribution، واللي ان شاء الله راح نشرحها بالمحاضرات القادمة. اول نوع هسه راح نبدي نحكي عنه اللي هو the normal distribution. The normal distribution is the most important of all probability distribution. يعتبر هو الأكثر أهمية من كل أنواع توزيع الاحتمالية. ليش؟ It is applied, okay, directly to many ash. كثير من العمليات. يعني هو يساعدني. هذا الشيء يساعدني في تطبيقه على العديد من المشاكل العلمية. Okay. بما أنه هذا الشيء هو الأكثر تطبيقاً، لأن يعني أغلبية المشاكل العلمية تقاس، فبالتالي يستخدم normal distribution. طبعاً هناك المجموعة من الخصائص بالنسبة للnormal distribution. من هاي الخصائص لو نجي نشوفها، they are ايش؟ approximately symmetrically and the mood is close to the center of the distribution. The mean and medium and mode are close together. The shape of the distribution can appear. إيش يكون بالأبل؟ إنه راح يكون هو قريب شكله إلى شكل الجرس. بمعنى آخر إنه هاي الاحتماليات اللي هسه حكينا عليها هي كالآتي. هي تكون بشكل عام على شكل جرس. المركز يكون متمركزا حول منه، حول المين، ومتناظر من الجهتين. مثل ما نشوف ها هنا سما نجي نريد نطبق هذا الرسم، يعني هسه هذا نريد اجي اريد ارسمه، حيكون هو متماثل من الجهتين. هاي هو متماثل من الجهتين، شكله شكل ايش؟ الجرس. اوكي، بشكل عام يقسم مثل ما قلنا، المين هو وين موجود؟ هو موجود في الوسط، متمركز في الوسط، فبالتالي هنا الاكس يساوي لنا صفر، اللي هو ايضا يمثل لنا الزت يساوي لنا صفر. وقبل شويه احنا ايش قلنا؟ قلنا انه اجمالي القيمه، اجمالي القيمه هي ايش قد تساوي لنا واحد، فبالتالي اذا هذه الجهه قيمتها 0.5 وهذه الجهه ايضا قيمتها 0.5. وايضا انه هذا يعني التوزيع يكون في بعض الاحيان محصور ما بين ايش؟ ما بين قيمتين اللي هي مثلا تمثل لنا الاي، وايضا تمثل لنا ايش؟ تمثل لنا البي. اوكي، طبعا اكيد هنا هو البروبابيلتي طبعا حتكون للزد، وهنا ايضا البروبابيلتي ايضا يعني المحور الصادي اللي هو المن فريكوانسي للزد، وراح ان شاء الله نفهمها بشكل مفصل بعد قليل. قبل ما نبدي وندخل للموضوع اكثر، بس لازم نذكر قانون هسه راح نبدي نحفظه ونسجله، اللي راح نستخدمه بشكل كثير. هذا القانون اللي هو شو يمثل؟ زد اي يساوي لنا xi ناقصا x بار على s.
هذا الطلاب المن؟ هذا لعينة بسيطة، وهذا بشكل عام أني ما أستخدمه، لأن إحنا قلنا إحنا كل شغلنا هو عبارة عن إيش؟ عينة مجتمع. فبالتالي إذا لازم أطور هذا القانون للقانون اللي هسه هذا حكيت به، اللي هو زد اي يساوي لنا اكس ناقصا اللي هو الميو، اللي هو شي مثل لنا المين اللي هو arithmetic mean، اوكي، على اليمن على standard deviation. هذا هو القانون اللي اني راح استخدمه بالحل لكونه شي مثل لي يمثل لي المجتمع، شيء يمثل طلاب يمثل المجتمع. فلهذا لازم أركز عليه، لأن كونه هو هذا الأساس اللي راح نستخدمه بشغلنا. من نجي نباوع هنا بروبرتي، هنا أكو فت معادلة معينة، هاي شو تمثل؟ تمثل the normal distribution. هاي المعادلة شلون قدرنا نتوصل إلها حتى نستطيع أن نوصل لهاي المعادلة موجودة أمامكم، اللي هو f للx يساوي لنا 1 إلى سيجما تحت الجذر 2+ أوكي e مرفوعة نانا x ناقص u تربيع ما تربي. هذا شلون وصلنا لها. الخطوة الأولى اللي لازم نفهمها بشكل عام إنه إحنا أي قيمة جاءت من قياس له إيش؟ له رينج. هذا الرينج هو عبارة، إذن كلمة رينج من بس نقولها مباشرة إيش نتذكر؟ نتذكر إنه هذا القيمة محصورة ما بين عددين، مثل ما نشوف هسه هنا الـ x أكبر من الـ a والـ x أصغر من الـ b. فعلى هذا الأساس إذا for normal distribution من خلال التكامل إيش راح يصير هنا؟ حيصير هنا B وهنا الـ A وهنا الـ F للـ X. فبالتالي الدالة للـ X شي يساوي لنا 1 إلى سيجما تحت الجذر أوكي مضروبة في الـ E. طبعا هي هاي نفسها اللي سنريد احنا أصلا نشتقها، أوكي سالب أوكي هنا x ناقصا ميو كل تربيع وهنا 2 سيجما تربيع. من دراستنا قبل شوية السابقة اللي هسه قبل شوية احنا حكيناها انه z للعينة هو عبارة عن x ناقصا x بار على s. مثل ما قلنا احنا هذا ما نحتاجه، احنا نطوره وناخذ مال المجتمع. فال z ايش راح يساوي لنا؟ x ناقصا الارثمتك مين اوكي عليه ايش؟ على الستاندرد ديفيشن. هنا بما انه زد تربيع يساوي لنا اكس ناقصا ميو كل تربيع سيجما تربيع، راح نعوض بما يساوي. فاذا الاف للزد شي يساوي لنا 1 على سيجما تحت الجذر اوكي مضروبا في الاي ناقصا نصف زد تربيع. طبعا هذا القانون هو فقط للتوضيح وليس للحفظ، هذا القانون هو فقط للتوضيح وليس للحفظ. اكو شغلات هواية هنا ليش اتمنى المحاضرة تنشاف من البداية الى النهاية، لان اكو هواية امور هي توضيحية وليس للحفظ. عندنا مجموعة من الخواص أيضا المين
هو إيش رمزه؟ هو هذا الميو، والفارينس هو السيجما تربيع، والستاندرد ديفيجن هو سيجما. فهاي لازم نتذكرها، وهذا أيضا هنا عندنا جدا مهمة. هذه نقدر نعتبرها مثل يعني كأنه قانون، كأنه قانون، لأن إذا ما حفظتها وما تذكرتها بالامتحان ونسيتها حيكون الناتج مالتك كله غلط. بما أنه سنجي نشرحها الـ area under the normal curve، أول شغلة احنا بالأصل عندما تكون وين الـ probability الزت أكبر من صفر وأصغر من زت واحد، هذا شو حسوي لنا؟ حسوي لنا قيمة الـ A. من هي الـ A؟ هي الـ area under the normal curve. أوكي، زين إذا كانت القيم اللي موجودة عندي بالنسبة للـ probability هي عبارة عن سالب Z1 أصغر من Z والZ أكبر من الصفر، هذا هنا أنا شو حيسوي؟ إن هذا أيضا حيمثل لي الـ area، بس هاي من هي؟ إيش؟ المتماثلة. أوكي، شو حيفيدني هذا الحكي؟ لأن إحنا قبل شوية قلنا هي بالأصل هنا ينقسم إلى قسمين، قسم الموجب والقسم السالب. شلون حيأثر في عملية الاحتمالية؟ حيأثر كالتالي: أول شيء إذا كانت القيمة، طبعاً إحنا ليش هنا 0.5 قلنا ب 0.5 حاصل جمع الكون شقد؟ واحد عدد صحيح. نرجع، إذا كانت القيمة الـ probability Z1 إيش أصغر من Z، أو نقدر نقراها إنه Z أكبر من Z1، هنا مباشرة القانون من نشوف إنه القيمة هنا الهاي أصغر من Z الأصلية، حصير هي عبارة عن 0.5 ناقصا القيمة المستخرجة للـ area under the curve. أما إذا كانت الاحتمالية Z أكبر من سالب Z1، فبالتالي إذا هي عبارة عن 0.5 زائد قيمة الـ area under the curve. طبعا هسه من نطبقها حيكون أوضح. الحالة الثالثة، إذا كانت النتائج اللي أنا استخرجتها لل Z1 و Z2 اللي هي شو تمثل؟ Z1 و Z2 اللي هي تمثل الـ A والـ B، اثنيناتهم النتائج كانت same sign، بياتهم نفس الإشارة، العملية شو حصير؟ بياتهم عملية طرح، فالقانون حيكون ينكتب بهاي الصيغة الاحتمالية probability Z أكبر من Z1 وأصغر من Z2 يساوينا الـ A Z2 ناقصا A Z1. الحالة الرابعة هي هاي، إذا كانت احتمالية إنه Z1 والZ2 الإشارات ما لها تشبيهة different، مختلفة الإشارات تشبيهة مختلفة، فهنا شو حنسوي؟ حيكون القانون بهذا الشكل اللي هو the probability Z1 أصغر من Z اللي هي أكبر من Z2 حيساوينا الـ A Z2 زائدا الـ A Z1. أوكي، طبعا هذه القوانين تكون صعبة الفهم والتذكر إذا لم نطبقها بشكل عملي. رح نبدي هسه نطبق مثال مثال، وحاولوا تركزون وياي حتى يكون الموضوع أوضح لكم. الإكزامبل الأول: For measurements of
يساوي 160 طلاب. انت من تجي تحل شلون تجي تحل؟ اني اتمنى تكتب المعلومات المعطاة الك بالبداية حتى لا تنسى شنو انطاك، وبالتالي تقدر تحل. فلهذا مثلا من اجي هسه انا كانه داريد احل، اول شيء شنطاني الميو اوكي يساوي لنا 160، السيجما انطاها الي هي عباره عن 10. شو اريد؟ اوبتين ذا فولوينج. اريد الحاله الاولى. هسه نجي على الحاله الاولى. الحاله الاولى اللي اريد اطبقها انه البروبابيلتي هي عباره عن x greater than ال 170. اوكي نجي نحل. طبعا الطلاب هو كل مره ينطيني دلاله الاكس، انا لازم احولها بدلاله ايش؟ دلاله الزد، لان قانوني انا اصلا ايش يحكي زد. فخطوه خطوه حتى نفهمها. بما ان القيمه اعطيت بدلاله الاكس يجب ان تحول بدلاله الزد وحسب القانون اللي قبل شويه كتبناه. فالزد تساوي لنا اكس ناقصا ميو على السيجما. ان قيمه الاكس شو تكون؟ اما اكبر او اصغر. بمقدار ايش طلاب الاعزاء؟ بمقدار نصف قيمه ال1 يونت ان ال اس دي. طبعا نتذكره هذا منه، هذا اخذناه بالبدايه وعرف شلون نستخرجه حسب القيم المعطاه في السؤال. اوكي اذا قيمه الاكس اتش بي راح تكون اكبر او اصغر بمقدار قيمه نصف قيمه ال1 يونت ان ال اس دي. حسب هذا المثال ايش راح نفترض؟ ان قيمه ال1 يونت تساوي نشقد 1، فبالتالي نصف قيمة ال1 يونت اوكي نصف قيمة ال1 يونت حسب هذا المثال شو حتعطيني؟ حصير 0.5. اوكي اذا صار هسه عندنا قيمة ثالثة، عندنا قيمة ثالثة بالإضافة للميو والسيجما اللي هي ايش؟ ال LSD 1 يونت ان LSD يساوي 0.5 حتى لا انساها. اجي اكمل حسب المثال ما تجد يقول لي، يقول لي انه الاكس يعني البروبابيلتي للاكس اكبر من 170، اكبر من 170. وعليه نبدأ من قيمة أكبر من 170، بمعنى أن 170 المفروض ما تدخل، لأن هو دي يقول لك أكبر من عندها، أنت المفروض تبدي من بعدها، فبالتالي أن قيمتها لازم تكون أكبر من 170، أي لا تدخل ضمن الحساب. شلون لا تدخل من ضمن الحساب؟ لأن أنا حضيف لها نصف قيمة الـ 1 يونت إن LSD، فبالتالي هنا الـ X إيش راح يساوي لنا؟ حساوي لنا 170 زائد 0.5، شو راح ينطيني؟ حينطيني 170 ونصف. هاي هسه قيمة منو؟ هاي قيمة الاكس. اوكي هسه يلا اجي اطبق القانون، لان آلي القانون من جد كتبته، من جد كتبته اني هاي الاكس بعدني ما كنت مخلص شغلتها لكون انه هو دا يقول لي هي greater than. فبالتالي هسه من نجي نكتب z تساوي لنا x ناقصا اعتقد مين على standard deviation يساوي لنا 170 ونصف ناقصا ال 160، ال 160 اوكي على اللي هو
10. طبعا حاصل ضرب وقسمة إلى آخره، فراح تطلع لنا إذن قيمة الزت هي عبارة عن 1 عدد صحيح أو 5. هل خلصنا الحل؟ طبعا لا، لأن احنا هسه الله خلينا نقول بدينا خلصنا، خلينا نقول الجزء الأول أو الثلث الأول من الموضوع. أنا هسه المفروض هنا أستخرج ما يعرف بالـ area under the curve. من خلال إيش؟ من خلال هاي القيمة اللي استخرجناها. شلون أجي أستخرج يا طلاب؟ نذهب إلى هذا الجدول.